من جديد اهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك. نحن معكم من طرابلس من امام احدى محطات الوقود، حيث لجأ الكثير من الناس كما اخبرتكم قبل قليل الى محطات الوقود في طرابلس لتعبئة سياراتهم بالوقود خوفا من اغلاق المحطات ابوابها امام الناس بعد مفاعيل الهزة الارضية التي ضربت لبنان وطرابلس قبل قليل. رح نحكي شوي مع الناس. يعطيكم العافية. بعد الهزة عم تجوا تعبوا؟ اي اكيد. ليه شو الفكرة؟ يعني بدنا ناخذ العائلة ونبعد من المنطقة قد ما فينا. يعني تكون تقعد مناطق تكون مثلا شوي آمنة. مثل لو بتعرف مناطق آمنة مثل وين؟ يعني المفروض تكون مثل زيتون أبو سمرة. يعني هيك يعني. ايه بعد طلوع قد ما فيك عن المباني العالية. عشان تضلك حامي حولك. من اي منطقة بطرابلس؟ انا من ابو سمرة. ابو سمرة كمان تعتبر منطقة عالية. ما هذا هو بس كمان يعني نفس الشيء. ما انت نفس الشيء. هي زادة. هيدي ازمة على الكل. على كل المناطق اصلا. ما في منطقة عن منطقة بتفرق. بس بدل في مناطق بدل امن من المناطق. هي. عم بيقولوا انه هيدي ارتدادات للهزة الكبيرة. يعني أكيد. تقريبا ما في خوف. هلا هي ما راح يكون في خوف 100%. بس انه اوريدي نحن عنا مناطق والبنايات كلها تعبانة. اساسات كلها ما قال فيها فاجباري بدك تعطي الامر. يعني هذا شيء منطقي برايك كمواطن اليوم. ما الناس بتعمل قلق، ما الناس بتعمل بلبله، ما الناس بتعمل عجقه. اكيد اجباري كل الناس كلها عندها كمان اول شيء الفيسبوك والواتساب. يعني كله هذا شعب بيعمل عم بيعمل تكهنات وعم بيخلي العالم كلها تهرب. يعني هلا وقت ما يطلع على الجروب اي واتساب بيطلع مثلا بيقول لك والله هزة العالم بتخاف اوريدي. هي لو واحدة بتنزل من الهزة شفناها بس في ناس عم تقول انه البحر رجع 20 متر لورا. شو رايك بهذا الموضوع؟ كله حكي. هلا بيقول لك مثلا بناية واحد مدري وين هو بيكون ما في شيء. هلا بيقول لك مدري شو رح ينزل من السماء هو ما في شيء. بدا كله تهويل. ايه بس اجباري بدك تاخذ احتياطك، بدك تاخذ امن، بدك يكون عندك كمان امن استباقي. ما فيك تضلك قاعد بالبيت وتقول اوه ولما ما شفت بسوريا شو صار، ما شفت تركيا شو صار. ما نحن بالنهايه هذا البحر متوسط كله حد بعضه البعض. ما راح نكون نحن بعيد كثير عن سوريا ولا بعيد كثير عن تركيا اجباري كمان. هو اكيد نحن بعيد عنهم كمسافه بس اخر شيء حول كله نفس الشيء. بيئه جغرافيه وحده يا عيني عليك. الحمد لله على السلامه. شكرا لك، يعطيك الف عافيه. اذا مشاهدينا مثل ما عم نسمع لكان بعض المواطنين بدهم يعبوا بنزين، خلينا نقول يمونوا يمكن سياراتهم بالوقود خوفا من اغلاق المحطات ابوابها. عم نشوف لكن كل السيارات مليئه بالعائلات، كثير ناس فعلا سياراتهم مليانه بالاولاد والعائلات وكبار السن تحديدا. عم نشوف الناس عم تعبي سياراتها بالوقود. يعطيك العافيه. كنا عم نسأل ليش الناس ركضت على المحطات. ركضت على المحطات؟ ليش الناس ركضت على المحطات بعد الهزة؟ بعد الهزة ليه الناس ركضت على المحطات؟ يا أخي شو بدي أقول لك، الناس ركضة على كل شيء. الناس بشكل عام المصايب من الناس ما بس من الدولة. تركني بدي أحكي عن الدولة. أنا ما بدي أحكي عن الزلزال اللي حصل لأنه هذا من رب العالمين. أما الزلازل اللي عم تحصل من المسؤولين الأندال. تمرق هاي كلمة أندال؟ تمرق. ما هيك؟ آه بقى ليش ركضت على على هذا؟ لأنه خايفين مش الزلزال يحصل. آه بدهم يلحقوا ينزلوا مشان يمشوا يكون بالسياره يكون فيها بنزين. انا هيدا ابني هلا خليني اعبي بنزين كرمال هالشغله السخيفه. من اي منطقه عم؟ انا اصلي من ضمنيه بس شايكن هون بطرابلس. اي منطقه بطرابلس يعني؟ ضم الفرج. ضم الفرج. مش بالعالي، مش بالقبه او بابو سمره؟ لا والله بالضم والفرج. عنا اقرباء المساله مش مساله زلزال، المساله مساله زلزال بقى وطني واجتماعي واخلاقي وكل شيء. شو رايك بالناس اللي بتعمل شائعات كثيره؟ اللي في هلا خبريه انتشرت على الواتساب عم بيقولوا البحر راجع 20 متر لورا وحيصير تسونامي وكل هالقصص. مثل ما صارت شائعات بامور كثيره بالطحين وبغير الطحين وبالامور الاقتصاديه بتصير لانه الشعب قاعد ما لي عين اوصفه يا اخي. ما لي عين اوصف، مستحيل اوصف الشعب. والشعب كمان
ما بيتحمل جزء من المسؤوليه الناس طبعا كمان. نعمل لك مالي عين اوصفه للشعب شو معناها، يعني الشعب اوسخ بشكل عام الا من رحم ربي مشان ما حدا يشوفنا شو حكينا، اوسخ من الدوله. نحن الذين انتخبناهم كلهم وزراء ورؤساء ونواب وكل شيء. ممكن شي واحد يطلع لي يقول لي لا نحن ما انتخبنا الوزراء، نحن لا عم ننتخب كل شيء. شو بدي لك، ما فيني احكي كثير، انا بيعرفوني بعض الناس. الحمد لله على سلامة البلد هلا من هالزلزال اللي حصل، وان شاء الله ما بيحصل شيء. الله يزلزل الحكومات اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين وكل واحد ساهم في تدمير هالبلد. شكرا لك عم، الحمد لله على سلامتكم. مشاهدينا الكرام عم نشوف لكن كل الناس الموجودين على محطات الوقود، فعلا يعني هول المحطات الوقود اللي فاتحه بترولوس تقريبا 3 أو 4 محطات، هناك ضغط كبير عليهم. الناس لجأت من كل المناطق في طرابلس، من منطقة الإبة بدءا، يعني اللي كان الخوف أكثر بهذه المنطقة على المباني القديمة اللي موجودة فيها، المباني المحيطة بجبل محسن، خلينا نقول بأبو سمرة، كل هذه المناطق اللي كانت تعرضت بفترة الحرب إلى وابل كبير من القذائف والقنابل وكل المتفجرات. يعني كل هذه المناطق خطر حدوث انهيارات بالمباني بالشرفات، حتى خلينا نقول بالأرصفة باختلاع الشجر، كل هذه المناطق هي فعلا مهددة بأي لحظة إذا كان الزلزال يلي بده يضرب لا سمح الله هذه المناطق قوته كتير كبيرة، ممكن بالفعل يصير في عنا مثل ما صار بسوريا أو حتى بتركيا نتيجة هذه العوامل اللي كنا عم نذكرها قبل، بفعل كل القنابل والقذائف والمتفجرات التي سقطت أيام الحرب على تلك المباني، ولم يتم بأثنائها تدارك هذا الموضوع وترميم تلك الأبنية وتلك الساحات كما يجب، بل تركت للزمن حتى تسقط مثل ما سقط آخر مبنى بطرابلس بمنطقة ظهر المغر، وراحت ضحيته الطفلة جمانة يلي كانت مع والدتها بإحدى الشقق يلي كانت موجودة بذلك المبنى. الناس إذا مشاهدينا الكرام إما في الساحات العامة إما في الحدائق أو حتى في سياراتهم يقفون إلى جوانب الطرقات وجوانب الأرصفة خوفا من ارتدادات جديدة للهزة الأرضية التي ضربت منطقة طرابلس منذ حوالي الساعتين من الآن. مشاهدينا الكرام سنبقى نتابع وإياكم آخر التفاصيل في مدينة طرابلس وماذا يمكن أن يقول الناس في هذا الإطار في طرابلس ومحيط مدينة طرابلس. كنا معكم بلال المرعبي وزميل على التصوير مهدي فتاح، شكرا للمتابعة، للقاء.